من باريس ينضم إلينا دكتور رامي الخليفة العالي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس. دكتور رامي، إذا كانت تجربة حلب ناجحة بحسب لافروف حين تم تهجير أهلها ويريد تكرارها في الغوطة، ما هو مصير نحو 400 ألف محاصر في الغوطة الشرقية، وإلى أين سيجري تهجيرهم هذه المرة؟ أهلا بك ريا، تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي أن السيناريو الذي تحقق على أكثر من منطقة، سواء في حلب كما أشرت أو حتى في مناطق أخرى قريبة من منطقة الغوطة في دارية في المعظمية وفي غيرها من المناطق، سوف يتكرر إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة في منطقة الغوطة. الحقيقة هنالك ثلاث مستويات يمكن الحديث عنها. على المستوى العسكري قامت قوات النظام بالتحالف مع القوات الروسية والميليشيا الإيرانية بقصقصة أجنحة منطقة الغوطة، بمعنى السيطرة بداية على القلمون ثم السيطرة على مناطق على الغوطة الغربية على وجه التحديد المعظمية ودارية، والآن وصل بدأ الخناق يضيق على منطقة الغوطة الشرقية على وجه التحديد، وبالتالي الآن وصلنا إلى الخطوة الأخيرة إذا شئت. على المستوى السياسي لا شك بأن هنالك ضوء أخضر من الأطراف المتحالفة مع النظام وضوء أصفر حتى من الأطراف المتداخلة في الشأن السوري، بدأت تتحدد على الأرض ملامح مناطق النفوذ سواء الولايات المتحدة الأمريكية في الجزيرة السورية للأتراك في شمال سوريا في منطقة جرابلس وفي ريف حلب وأيضا في منطقة الجنوب السوري، وبالتالي هذه المنطقة الحقيقة ليس لها حامي إذا ما شئت ريا. نعم دكتور رامي، المتحدث باسم قاعدة حميميم أكد أنه تم تدعيم قوات النظام بصواريخ وراجمات في معركة الغوطة، هل يدين هذا التصريح موسكو المفترض أنها وقعت على اتفاق خفض التصعيد والذي يشتمل على الغوطة الشرقية؟ الحقيقة ريا، إذا ما عدنا إلى الشهور الماضية نجد أن الجانب الروسي والنظام والقوات المتحالفة معهما لم يحترما على الإطلاق مناطق خفض التصعيد في منطقة الغوطة. استمر الحقيقة بالرغم من أنه لم نشهد هذه الهجمة الشرسة من قبل قوات النظام، ولكن كان على الدوام هنالك مناوشات وهنالك محاولات إشغال وهنالك الاستفراد بكل على حدة. لذلك الحقيقة اتفاق خفض التصعيد اتفاق فضفاض يمكن أن يفسره الجانب الروسي. لكنها المرة الأولى التي تصرح روسيا أنها يعني شريكة عسكريا فيما يجري في الغوطة. الحقيقة باعتقادي أن في ذلك تحول وفي ذلك رسالة إلى الجانب الأمريكي على وجه التحديد بأن الآن منطقة الغوطة أصبحت منطقة نفوذ روسية وهي مصممة على السيطرة عليها، وبالتالي من هنا يأتي القرار السياسي إذا ما شئت بذلك الهجوم العسكري، خصوصا أن ذلك جاء متزامنا مع بعض المناوشات التي حدثت في منطقة دير الزور في مناطق سيطرة الأكراد التي هي منطقة نفوذ أمريكية، وبالتالي الآن بدأ يتحدد على الأرض ملامح مناطق النفوذ، وبالتالي منطقة الغوطة هي من حصة الجانب الروسي إذا ما شئت وفقا للتوافقات الإقليمية والدولية. دكتور رامي، بالنسبة لعفرين أردوغان قال أن اتصالات تركيا حالت دون دخول قوات النظام إليها وأن حصارها سيتم خلال أيام، هل برأيك أجهضت روسيا صفقة عفرين بين دمشق ووحدات الحماية الكردية؟ باعتقادي أن دمشق ليست حاضرة في هذا السياق، وإنما الحضور كان للجانب الروسي كما تعلمين منذ بداية عملية غصن الزيتون الذي تشنها تركيا، كان هنالك حديث عن ملامح اتفاق يجري بالرعاية الروسية وهي خروج الأكراد بمقابل دخول قوات النظام، ولكن ما حدث في الأيام القليلة الماضية أن هنالك اتفاق يجري ما بين قوات النظام والأكراد طبعا بموافقة روسية، ولكن الجانب التركي لا يريد بقاء القوات والميليشيا الكردية في عفرين، لذلك كان شرطه أن تخرج تلك القوات من عفرين لكي يقبل بهكذا اتفاق. شكرا لك دكتور رامي الخليفة العالي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس، حدثنا من العاصمة.